السباحة عكس التيار، وصف أطلق عندما بدأت فكرة المالية الإسلامية أول خطواتها في عالم المال منذ 40 عاما تقريبا، إلى أنه وبعد هذه الأعوام وانتشارها في العديد من البلدان لا سيما قير الإسلامية، يبدو السؤال الحاضر: هل بدأت بالفعل تنمو في اتجاه التيار؟ بإذن الله تعالى the Islamic finance will be more. المالية الإسلامية تنمو في المستقبل القريب، وهناك العديد من البلدان الغير إسلامية بدأت بالاتجاه نحوها كبريطانيا والولايات المتحدة وبعض بلدان الدول الأوروبية. النمو الاقتصادي العالم الإسلامي يزيد عن 10% إذا أخذنا العشر سنوات الماضية، فهذا يعطي زخم لنمو المؤسسات الإسلامية، وهناك فرصة للمؤسسات الإسلامية أن تأخذ دور أكبر في هذا الشريحة الكبيرة. الأسس السليمة والضوابط المحكمة التي أخذت بالمالية الإسلامية إلى بر الأمان في الأزمة العالمية عوامل زادت من مكانتها كما يرى المختصون. التمويل الإسلامي يعني مبني على أسس رصينة وسليمة، فيها من الضوابط الذاتية اللي 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 تحمي الصناعة، وهذه الضوابط كثيرة، وهذه هي اللي حمت الصناعة من الأزمة المالية العالمية في عام 2007-2008. إلى جانب هذا النمو، يواجه القطاع المصرفي الإسلامي تحديات أبرزها التركيز على عدد محدود من المنتجات الغير المتوافقة مع المبادئ الإسلامية وندرة العلماء الشرعيين في هذا التخصص، إلى جانب محاكاة المنتج التقليدي. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.